ماذا يعني لك المسيح الذي فصل ميلاده التاريخ؟ هل تعتقد أن زيارة المسيح تركت تأثيراً كبيراً في العالم؟ هل انتهى دور المسيح بعد صعوده إلى السماء؟ برنامج أكثر من رأي، حوارات وأراء هامة. أحبائي المشاهدين، برحب بحضراتكم باسم الرب يسوع المسيح من سيدني أستراليا، وأنا سعيد جدا أن يكون معنا فعلا يعني مجموعة مباركة جدا من خدام الرب الأفاضل في هذه الحلقة، حلقة بعنوان الإيمان يتغلب على التشويش العالمي أو على الضجيج أو على أي شيء يشوش الإنسان، لأن في أمور وأشياء كثيرة تشوشنا في هذه الحياة، وخاصة في هذه الأزمنة حيث أن مواضيع كثيرة دخلت على خط الحياة، منها مواضيع التواصل الاجتماعي، الميديا، الآراء، كله بيفهم، كله بيعلم، ففي تشويش حتى في العقائد، تشويش بالفلسفات، فهذه الأمور يستغلها إبليس لمصلحته ويحاول أن يشوش الإنسان ويقول له الأفضل أنك تبتعد عن كل شيء. وهنا أنا بالذات أركز على موضوع الإيمان. عندما الإنسان يسمع كثيرا جدا عن أمور العقائد والفلسفات، وكل واحد بنادي وبيقول أنا، نحن باللبناني من أولى زيتاتي كويسين، يعني الزيت اللي أنا ببيعه كويس وغيري مش كويس، في ناس كثير بصير عندها ردة فعل سلبية وبترفض الإيمان وبترفض أنها تتعامل بالروحيات، وهذه طبعا ضربات شيطانية في الحياة. فأصلي أن الرب يبارك الحلقة اليوم بنعمة الرب. تستطيعوا أحبائي أن تتواصلوا معنا من خلال الفيسبوك لايف اللي مفروض الكرمة تكون يعني حاليا عم تطلعوا بنعمة الرب، لحد هلا بعد ما باير عندي، بس بعد قليل بكون بنعمه الرب ظهر. بتتواصلوا معنا على الهاتف من خلال الارقام التي تظهر على الشاشه. في ارقام بتظهر في بعض البلاد هي لوكال يعني محليه، وفي ارقام فايبر بتظهر على الشاشه، فيكم تتواصلوا معنا من كل الارض بنعمه الرب. ليش؟ لان الكرمه بتغطي 98% من الارض على 14 قمر اصطناعي. فانا سعيد جدا رحب بضيفنا المبارك اللي وصل طبعا من كم يوم وعم بيشارك بمهرجانات حلوه مباركة، مهرجان الصلاة والكرازة، خادم الرب المبارك الدكتور الأسيس عزت شاكر. أهلا وسهلا بحضرتك، وأنا يعني زي ما قلت بالكنيسة هذيك اليوم صرنا يعني تعرفنا عليك وجها لوجه أسيس. نشكر ربنا. ربي يبارك. أنا فرحان بصدق أن أكون معك. بقول الأسيس جون راعي ناجح موهوب، ربنا يبارك، إعلامي بارع. أشكر ربنا جدا، وفرحان أكون مع القامة الكبيرة دكتور مشيري، قيمة وقامة كبيرة، بركة كبيرة باركنا بيه طول السنين في مصر، ربي يبارك. الصديق الغالي الدكتور رامز، أنا فخور بيه أني طبيب ويكرس نفسه لنشر حركة الصلاة في كل العالم. أمين. بصدق بقول فخور بالدكتور رامز، ربنا يباركه ويزيده أكتر وأكتر. امين. اشكرك جدا. احبائي طبعا الدكتور عزت شاكر غني عن التعريف، لانه عنده كتابات كثيره وعنده مؤلفات كثيره. انا مش ما اخذتش لائحه الكتب، بس انا واثق انه كثيرين من حضراتكم بيعرفوا الدكتور عزت وبيقراوا له بوسائط التواصل الاجتماعي وكتب ايضا، وهو طبعا راعي الكنيسه الانجيليه بمدينه نصر، مش مصر نصر، مش مدينه مصر. لا انا بس عرفت عنه بالكنيسه، قلت له بمدينه مصر، انا قلت يا عمي مدينه، بس مصر مش مدينه، مصر بلد. فأنا سعيد جدا أن يكون معنا خادم الرب المبارك، وفعلا الرب استخدمه جدا بهالكم يوم اللي كانوا معنا بسيدني، وبنعمة الرب. بعدين بترك الحديث للدكتور رامز اللي خبرنا قليلا عن الموضوع فيما بعد. أنا سعيد جدا أن يكون معنا أيضا الدكتور، ونشكر رب من أجله بروفيسور الدكتور والأسيس ميشيل عوض، اللي فعلا الرب بيستخدمه جدا حاليا في أستراليا، لأنه مقيم في أستراليا واستخدمه كثيرا في مصر وفي بلاد العالم، وانا بشكر الرب اليوم انه حيستخدمه ايضا وايضا. اهلا وسهلا بحضرتك دكتور. شكرا لك يا سي جون، وشكرا لك لهذا البرنامج، وشكرا لاجل هذه الفرصه المباركه اللي فيها بتلم الحبايب مع بعضيهم. انا بعرف انه حضراتكم اصدقاء. طبعا احنا اكثر من اصدقاء. ما شاء الله. واكثر من اخوه. الاسيس عزت لي مكانه عزيزه في قلبي، فهو من الرعاه والخدام المحبوبين، وليس أقول المشهورين لأنه نار على علم، لكن الرب يبارك ويحسن إليه. وأنا فخور وسعيد به في أننا نلتقي مع بعض في أستراليا، وأن الرب يستخدمه في هذه الأيام المباركة وهي أيام الصلاة. وكمان بشكر الرب من أجل اللقاء الأول مع الدكتور رامز، وإحنا أول مرة نتقابل مع بعض، لكن نشكر الله لأجل استخدام الرب لي، ولأجل النشاط والحيوية اللي بيديها له الرب، فنحن نرى شبابنا فيه،
نرجو أن الرب يباركه ويستخدمه مع كل العاملين معه. آمين آمين. وأنا فعلا بشكر رب من أجل الدكتور رامز اللي هو موجود في أستراليا. دكتور رامز للأسف حيكون معنا فترة بسيطة حاليا بالبرنامج لأنه ما كناش متوقعين أنه سيصل من أمريكا ويشارك هون يعني بالمهرجانات لأنه هو مسؤول عن مؤتمر الكرازة والصلاة. لكن حبينا ناخد منه ولو كم دقيقة بس يعني زي ما تقول نقول له هلو كيفك وربي باكك ويصلينا ويعطينا شوية أراء أو توضيحات حول النشاط اللي صار. وبعدين حتكون الأخت المرنمة الأخت نجاة الأخت نجاة إيشو معانا اللي هي طبعا ضيفة لمؤتمر الكرازة والصلاة إن كان بسيدني وبعدين فيما بعد بملبون. دكتور رامز أهلا وسهلا بحضرتك ربي باكك. أستاذ جون أنا بحس أن سيدني بلد التانية هتخلونا أنقل هنا. فالحقيقة كمان بشعر بصغر النفس مع الأساتذة الكبار الموجودين والرب يبارككم جدا وحلقة تكون مباركة والرب يستخدم الحلقة المجد. آمين أشكرك جدا. ممكن تخبرنا أي حاجة حول موضوع الكرازة والصلاة اللي ممكن يكون الرب حط على قلبك كلام معين مثلا؟ الحقيقة سيزون الرب وضع على قلبي أنه مع المؤتمر وبعنوان Change Me 2019 ولقيت أن الموضوع الحلقة متماشي جدا مع فكرة Change Me لأن احنا في عالم متغير والعالم المتغير مرتبط قوي بأن كل يوم في شيء جديد لكن ازاي أن الإيمان يكون بيقف ضد التغيير والتغيير المبادئ وتغيير الاتجاهات الروحية انه الرب هو امس واليوم وإلى الابد. فالحقيقة بالنسبة لمؤتمر الصلاة والكرازة ان احنا الرب حط على قلبنا ان احنا نتحرك في العالم كله انه يكون في صلاة وتشجيع الاخوة والاخوات في كل مناطق العالم على الصلاة وعلى الكرازة علشان هي دي الوسيلة اللي بيها نقدر نحقق ان الايمان يبقى ثابت ضد كل المتغيرات وكل التشويش وكل الامور المتشابكة. فعلشان كده يعني ده الهدف. والحقيقة انا بشكر سيس جون وكنيسة جيلفورد وكل الكنائس اللي كانت مشاركة معانا لانه فعلا الرب عظيم جدا انه بيتمجد وسط الكنيسة. بشكر كل الخدام والأسس اللي شاركوا معانا اللي كان الأسيس طارق والأسيس سامي يوخنا والأسيس هنري وكل الكنائس اللي شاركت معانا. أنا بشكر رب جدا من أجلهم وبشكر الأسيس عزة إن هو جاي من مصر ومن الكنيسة وساب كل الأمور وكان الحقيقة يمكن صوته فترة عدة وكان تعبان لكن الرب بيستخدمه بقوة وما فيش حاجة تقف ضد الصلاة. والرسالة الأساسية إنه الحل الوحيد ان يبقى انه امور روحيه حقيقيه تتعمل في اي بلد ان الناس تبقى على ركبها وتصلي. وهقول تاني ان الصلاه مش مجرد كلمه بسيطه بنقولها بنرددها كلنا مع بعض لكن الصلاه اصبحت اسلوب حياه ووسيله حياه بيه نقدر نحقق الموضوع بتاع الحلقه النهارده ان الايمان وسط العالم المتغير والتشويش. امين اشكرك جدا. يعني نقاط مركزه وهادفه. بعد قليل بس نتكلم مع احبائنا رح ناخذ من حضرتك تعليق سريع حول موضوع الرحله والنهايه يعني النهايه بتكون بملبون وصلاه ونشكرك على المداخله اللي اعطيتنا من وقتك يعني غلبناك تجي على الاستديو بس حبينا نتعامل معك على الشاشه. اشكرك ده حاجه مشجعه. ربنا يبارك حضرتك. دكتور عزت اهلا وسهلا بحضرتك ونشكرك من اجلك. انا شايف في كتاب قدامك مش عارف اذا بدك تحكي عنه هالكتاب قبل ما نتكلم بالحلقه. في الحقيقه ده الكتاب الاخير اللي انا كتبته. نعم عايش ليه؟ عايش ليه عنوان حلو. وانا كنت مشغول وصليت للكتاب ده كتير جدا ان الناس الاهداف اختلطت في بعض والناس مش عارفه هي عايشه ليه. ده هو حلقه الهدف. ده حلقتنا دي حلقتنا فوضى بجد. فالناس مش عارفه هي عايشه ليه. نعم فاختلطت الاهداف اختلطت. نعم فالرب شغلني بالكتاب ده. امين. طيب فاذا بالنسبه لموضوعنا نحن يمكن شوي العنوان انا مش مريحني عملناه انا حطيته هالعنوان بس انا مش مرتاح منه كثير لانه هو مش واضح كثير. بس يا ريت نحن خلال الحوار انه نقدر نوضح للاحباء المشاهدين انه فعلا في تشويش بالعالم وعدا عن التشويش ضجيج وزحمه وفي تخمه صح. في كل شيء صح. عدا عن الفقراء المساكين اللي عايشين يتضورون جوعا ويتضورون للمعرفه صح. فبتحب تعطينا التعليق المبدئي الاولي قبل ما نغوص في الحلقه تماما. يعني التعريف المبدئي الاولي انا خلال الفتره اللي فاتت كنت بعمل دراسه عن مكايد ابليس. نعم. في دراستي عن مكايد ابليس لقيت ان ابليس عنده هدفين رئيسيين. نعم. الهدف الاول ان يعمي اذهان غير المؤمنين. نعم. والرسول قال ده بوضوح إله هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين. نعم.
والهدف الثاني اني يشوش نقدر نقول يس او يضلل اذهان المؤمنين المؤمنين. فالرسول بولس يقول اخاف انه كما خدعت الحيه حواء بمكرها هكذا تفسد اذهانكم عن البساطه التي لنا في المسيح يسوع. فهو عايز يعمي وعايز يشوش اذهان المؤمنين وبيستخدم طرق كتيره جدا جدا منها التخمه اللي احنا عايشين فيها. يس يس تخمه غير عاديه احنا عايشين فيها. انا كنت بتكلم ولما نيجي لقلب الحلقه مثلا وندخل على وسائل التواصل الاجتماعي وغيره وغيره حد يصدق ان عندنا 50 مليون موقع اباحي على الانترنت؟ واو 50 مليون موقع اباحي فما بالك يعني فوضى رهيبه بالشر. فوضى رهيبة جدا فوضى رهيبة بالشر. لما نتكلم عن وسائل التواصل هشرح شوية حاجات. أمين أمين. لكن أقول آيتم واحد بس. نعم. فأنا أقول عدو الخير من خلال فكرة يحطها هنا يضلل ملايين. يس ملايين. يس. فالتشويش كتير زي جدا اللي حاصل الأيام دي. نعم. أمين. أنا فعلا أنا حابب يعني وفعلا عم مشتاق إنه نوسع الموضوع ده وأرجو من كل قلبي إنه يعني الملايين تكون عم تسمع. ولانه موضوع في ناس كثير بيصيروا ديفنسيف بيصيروا يعني او بيقفل عندما يجد نفسه امام زحمه امور فمش قادر ياخد قرار مش قادر يميز وبعدين بيصير حتى بالروحيات يعمل شت داون بيقفل خالص. طيب اشكرك جدا دكتور من فضلك بنتابع بعد قليل. دكتور ميشيل هذه يعني حضرتك النظره الاولى حول الموضوع ده اللي نحن عم نتكلم فيه. وانا اتفق مع حضرتك تماما بان العنوان لا يتناسب مع الموضوع. اشكرك واشكر صراحتك بس انا جود انه قلتها اولا. انا لسه ما كملتش يا سيجو فارجو انك تنتظر حتى النهايه. تفضل. ربما تكون كلمات المديح ستاتي فيما بعد. فنشكرك. تفضل دكتور. التشويش اصبح صفه من صفات او سمه من سمات هذا العالم. نعم. وحتى في الاذاعات نفسها بتجد في الاذاعه نفسها عامل اسمه عامل التشويش. محطه تشوشر على المحطه ومحطة تحاول تمنع بس محطة أخرى. وهذا ما يفعله عدو الخير إنه بيحاول إنه يمنع وصول الحق الكتابي إلى الآخرين وبيحاول إنه هو يمنع حتى خدام الكلمة من إظهار الحق لألا يكونوا غير مناسبين أو غير مقبولين في هذا العالم. فالعالم لا يريد الناس الذين يتكلمون بالحق. بس أضع بعض التعريف البسيطة بسرعة عن هذا الموضوع. وطبعا زي ما حضرتك قلت أسي جون والأسيس عزت إن هذا الموضوع من المواضيع القيمة الحلوة اللي محتاجة مننا إن احنا ندرسها باستفاضة وندرسها بتعمق وبأسلوب روحي علمي الاثنين مع بعض يوصلنا إلى حقائق مباركة نقدر نهدي بها الآخرين. فكلمة التخمة التخمة كلمة تقال عن الإنسان الذي ملأ معدته بالطعام. نعم. فبيقولوا اتخم بالطعام. وحتى إن في قالوا في أمثلة العرب هذا الكلام. قالوا أناس لا ينامون من جوع. ناس ما بتنامش لأنها جعانة. وأرادوا أن يقولوا بعد ذلك وأناس لا ينامون من تخمة. يعني في ناس ما بتنامش من الجوع وفي ناس بتنام من التخمة. زي ما بنقول هنا إن البلاد الغنية بتموت من الغنى والبلاد الفقيرة ستظل تموت من الفقر. ثم بعد ذلك بعد وده 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 حالة من الحالات اللي موجودة في هذه الأيام. أما التضخم اللي حضرتك قلت أما التضخم اللي حضرتك قلت عليه فهو تضخم مالي غير التخمة. وده اصطلاح يقال على الناحية المادية أو الناحية المادية. الحاجة الثالثة هي الحالة المهمة وهي حالة التشبع. وحالة التشبع هي الاعتداد بالنفس أو الثقة الزائدة بالنفس. أنا متشبع بذاتي
متشبع بأفكاري، نعم. متشبع بشغلي، نعم. متشبع بخدمتي، متشبع بإدارتي، متشبع بعلاقتي مع الناس. دي حالة التشبع. هذه الحالة، الثلاث حالات الأولين حالات خطأ جدا أن يصاب بهم الإنسان، لكن الحالتين التانيين حالات حلوة توصلنا إلى المعرفة. حالة الاكتفاء، أن يكون الإنسان عنده اكتفاء، اكتفاء روحي، اكتفاء أسري، اكتفاء عاطفي، اكتفاء مادي. وده اللي قال عليه الرسول بولس إنه هو تعلمت أن أكون مكتفيا. أما الحالة الأسمى والأعظم، الحالة الخامسة، الرضا، وهو أنني أكون راضي على كل حالة وضعني الرب فيها. فإحنا زي ما إحنا راضيين إن إحنا قاعدين مع بعض بسعادة وبسرور مع بعضينا وبنتكلم، هكذا أيضا الحياة العامة محتاجة إن إحنا نكون راضيين على أنفسنا، سواء لبسنا أو لم نلبس، سواء اغتنينا أو لم نغتني، سواء ارتفعنا أو لم نرتفع، لكن نعلم تماما بأن هذه الحالة، وهي حالة الرضا التي قال عنها موسى لنفتالي في تثنية 32 اشبع رضا. هذه الحالة هي اللي بتوصلني إلى أنني إن كنت غير راضي على معرفتي ألتمس المعرفة من غيري، إذا كنت راضي من غير راضي على خدمتي أتعلم من خدمة الآخرين، إن كنت غير راضي على وضعي أقبله بكل شكر من الله. لذلك إحنا لما نتناول هذه الأمور كلها باستفاضة لابد إن إحنا سنصل بنتيجة جوهرية بنعمة الرب. حتى ربنا قال عن نفسه هو يعني لما تكلم بإشعياء الإصحاح الأول قال اتخمته من محرقات الجباش وغيرها. فهو نفسه ربنا زي ما تقول عطى تشبيه يعني لما كثرت الذبائح لكن بدون إيمان وفي شرور. حتى هنا في استراليا كل ما بيزيد الباربيكيو بيتخم. أشكرك جدا. لكن في تخمة روحية الأيام. طبعا في تخمة روحية. هي التخمة الروحية دي بقى اللي هي على قلب بس أحيانا يا أسيس عزاد أن هذه التخمة الروحية بتوصلني إلى الاستغناء. يعني أقول أنا غني، لكن إذا كانت التخمة الروحية مبدأها التواضع وإنكار الذات وقبول الآخر وقبول الرب الذي يطرق على باب قلبي ويقول افتح لي، فإنها تخمة حسنة مفيدة روحية نحن في حاجة إليها. أشكرك جدا. أنا التخمة مرض. أنا أحبك. اسمحولي بس أنوي على الموضوع أنه ونوه انه نحن دخلنا احبائي على الفيسبوك الكرمة. انا فكرت انه نحن لسه ما دخلناش، بس يبدو انه دخلنا بنعمة الرب ونحن الان على الفيسبوك الكرمة عدا عن الاقمار الاصطناعية. ونحن ايضا كمان عم نبث من خلال الكريشن ميديا برودكشن، كمان فيسبوك كريشن ميديا برودكشن لايف، فممكن تتواصلوا معنا. بس انا بفضل تتواصلوا معنا مباشرة من خلال الكرمة لانه بقدر ركز على ناحية واحدة وخلاص، وبعدين إذا بتحبوا تكتبوا على التواصل الاجتماعي الآخر بنرد عليكم وعلى حضراتكم بسهولة. طيب اسمحوا لي بس أني أتكلم قليلا مع الدكتور ونطلب منه صلاة، وبعدين نقدر نسمع ترنيمة بعد قليل من الأخت نجاة يشو حتدخل معنا بعد قليل. دكتور، بتحب تخبرنا قليلا حول موضوع المهرجان؟ إيه انطباعك؟ إيه التأثيرات اللي صارت؟ لماذا المهرجان، مهرجان الصلاة والكرازة، مش بس على مستوى سيدني، على مستوى العالم، لأنه حضرتك عم تتحرك على مستوى عالمي وده مشروع روحاني كبير مش سهل. فياريت تقلنا قليلا حول الموضوع وين حتكون في ملبون، وتصلينا وتطلبنا بركة للبرنامج ولقناة الكرمة والمشاهدين، ونودي حضرتك لأنه اليوم حضرتك مسافر على ملبون. تمام. مسافر على مصر. مسافر على مصر. أوكي طيب تفضل أخي الحبيب. الحقيقة أنا بشكر رب جدا من أجل الفرصة أن احنا نشارك مع الإخوة الأحباء في سيدني وكل القدام. الحقيقة رب وضع على قلبي موضوع الصلاة والصلاة العالم من سنة 2007 أو 2008، وكان الموضوع دعوة واضحة وصوت واضح للصلاة، وأنه الصلاة هي الأساس لأي عمل روحي، وأي عمل روحي بعيد عن الصلاة ليس له قيمة ومجرد نشاط. الحاجة الثانية أنه شفنا أنه في كل مهرجان وفي كل مؤتمر، لأنه سيس جون بيكون فيه مصلين كثيرين وفي ناس بتصلي على التليفونات للمؤتمرات دي بالساعات كل يوم. فشفنا أنه في تغيير وتأثير في الجو الروحي. ليه بنستمر في المؤتمرات؟ وده سؤال مهم قوي، لأنه إحنا عندنا في الطب مجال حكم عملي كطبيب. في حاجة اسمها أنه الواحد حاجة اسمها بيسموها continue medical education، يعني في تعليم طبي مستمر. التعليم الطبي المستمر ده من خلال كورسات بياخدها الدكاترة أو من خلال كورسات بياخدها الـ المتعلمين.
فبتأدي إلى أن هم بيستمروا يعملوا أبديت أو تقدم لمعلوماتهم وللأمور العلمية اللي هم فيها. هكذا في الأمور الروحية، الصلاة هي الدينامو والصلاة هي المفتاح وهي قوة وهي المصدر اللي بيحرك الأمور. فما كانش في صلاة الأمور هتهدى، مش هيبقى في بنزين العربية أو الكنيسة أو الخدمة هتفضل واقفة مكانها، مش هتأثر في ولا حد ولا هيكون في نتيجة. فعشان كده بقول احنا بنلف العالم عشان عايزين نخلي المؤمنين نديهم دوز للصلاة مستمرة، نلف من 6 شهور كل بلد أو سنة كل بلد حسب ما الرب يسمح، وتكون النتيجة رائعة جدا. بنشوف انه ناس كتيرة بتتجاوب، ناس كتيرة بتحب الصلاة، ناس كتيرة بتقول احنا مشتاقين نصلي اكتر. انا اقول لك اسيس جون، كان في اخت من ضمن الاخوات كانت زمان معانا على خط الصلاة، كانت تخش تشتم ربنا اللي عندها مشاكل صحية وعندها حاجات صعبة جدا. الاخت دي من خلال الصلاة اتقلبت ان هي بقت تألف ترانيم على 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 خط الصلاة. مجد للرب. اختبار بسيط حصل من يمكن يومين، مش قادر احكي طبعا اسم، لكن بعد المؤتمر مباشرة احنا كنا عايزين ننزل السيتي، وده كان اعلام من ربنا ان انتوا لو جيتوا المكان ده فقط للشخص ده يبقى ده كفاية. احد الاشخاص واحنا نازلين السيتي ما كانش في دماغنا ان احنا نتقابل معاه، تقابلنا معاه بطريقة معجزية واكتشفنا ان الشخص عنده ظروف صعبة جدا، وانه يعني عايز يرجع للرب لكن مش قادر يرجع، عنده امور كتيرة تعباه وبعدها جدا عن الرب. مجرد ان احنا روحنا قعدنا معاه يمكن ساعتين ثلاثة، يمكن وصلنا الساعة 8 عبال ما سمناه كان الساعة 1 الصبح. هذا الشخص صلى معانا وادانا فرصة للصلاة، وكان احنا تخيلنا ان احنا كنا نوصل للشخص ده مستحيل، يعني عشان نتقابل مع شخص في المكان ده مجموعة وكان الشخص ده يصلي ويطلب الرب كان من المستحيل. فده اللي بيشجعني دايما انه من خلال الصلاة الكنائس بتتحد في يونيتي، من خلال الصلاة حضور الله بيبقى ظاهر وسط المؤمنين، من خلال الصلاة بنشوف ايات وعجائب ومعجزات، بنفرح كمان ان احنا نشوف اخواتنا وبنزور بيوت وبنشوف اخواتنا وبنحبهم جدا. بس في شركة روحية، وانه فعلا ما هو زي ما احلى وما اجمل ان يسكن الاخوة معا، هناك امر الرب بالبركة. الحاجة الاخيرة اللي عايز اقولها سيس جون، انه الرب لما بيدعي اي حد، ودي عايز اوجهها لكل واحد موجود، لما الرب يدعيك لعمل اسمع الصوت وطيع وكمل، علشان وسط الزحمة اللي موجودة في العالم لو انت ما ركزتش سهل قوي انك انت يحصل لك تخمة ويحصل لك ان انت تتوه، لكن لو انت مركز وصوت الرب واضح ليك وبتمشي فيه الرب يخليك تستمر، وهتني زي بولس اكملت السعي، هتكمل السعي واخيرا وضع لي اكليل البر الذي يضعه لي الرب الديان العادل. فلماذا الصلاة؟ لأن هي الأساس في كل شيء. بس وضعنا جملة أخيرة، أن الصلاة تبقى مغلفة في جو تسبيح، الصلاة هي الأساس للعمل والنتيجة هي النهضة. أمين. يا ريت تصلي لنا قبل ما تخرج من فضلك من الحلقة معنا، ونستقبل الأخت المرنمة الأخت نجاة، صلي لنا تطلب لنا بركة للكرمة، للبرنامج، للجمهور، للأحبة، للناس اللي عندهم احتياجات بسرعة، يعني طبعا صلاة شوي بتكون يعني مركزة فقط من فضلك. أمين. أنا حقيقة كمان بشكر قناة الكرمة بتدينا الفرصة مع المؤتمرات وشركة مع المؤتمرات والأخ صمويل والأسيس جون وكل خدام، فبشكرهم جدا هنا في سيدني. يا رب أنا بشكرك جدا لأنك إله عظيم، بشكرك يا رب أن بنفرح أنه في حضور لشخصك يا رب في وسطنا، أن في وسط عالم يا رب متغير وعالم يا رب مدخم بأمور كثيرة وبأشياء كثيرة، لكن الحاجة إلى واحد، أنت قلت لمريم كده الحاجة إلى واحد، الحاجة إلى واحد. أشكرك من أجل هذا البرنامج، وهذه الحلقة ستكون سبب تغيير وسبب يا رب لمسة لكثيرين، وسبب يا رب عمل روحي ناري في هذا الوقت وفي هذا الزمان وفي سيدني. عبدك الأسيس جون وعبيدك الخدام يا رب تستخدمهم بقوة بمسحة الروح القدس بسلطان دم يسوع، كل المشاهدين تفتح قلوبهم لعمل يا رب يكون جبار في حياتهم، ليختبروا هذا الإيمان وسط هذا العالم المشوش والمدخم. يا رب بركة كثيرة على أحباء في هذا الوقت في اسم يسوع، ولك الشكر والحمد. آمين آمين. أشكرك دكتور ونشكرك من أجل أتحابك، ربي يكللها بالنجاح، وطبعا keep going، كمل، الرب اعطيك طبعا نعمه خاصه في هالايام، والرب يفتح الابواب. ويكون المؤتمر في ملبون جمعه والسبت والحد الجايين بنعمه الرب يسوع. امين. اشكرك جدا، نشكر ربنا اجلك، مش قادر اسلم عليك هيك، لا. بس بنعمه الرب ان شاء الله انا هنسلم بالروح. امين امين. الرب يكون معك. طيب دكتور، حضرتك دكتور عزت، اشكر ربنا اجلك، بدنا نتكلم قليلا. هلا نحن ابتدينا بالجد، وهلا هلا على الجد. الاخوه المصريين عندهم كلمات حلوه. ريلي عن جد انا بحب الروح اللي فيها، فيها روحة. طيب
بالنسبه لموضوع قلنا نحن في تضخم، في تخمه، التخمه ممكن تكون من خلال الاكل. الرب تكلم بسفر اشعياء عن التخمه الروحيه من جهه الذبائح اللي قدمها بني اسرائيل، فلا بد انه التخمه لها اوجه ان كان من الوجه الروحاني والوجه المادي اللي هو طبعا تخمة البطن إذا جاز تعبير، وفي التخمة المعنوية. يا ريت نحاول نوسعها قليلا قليلا حتى نوصل للأساسيات واللي هي الروحيات فيما بعد. مش دغري بس شوية شوية. تفضل حضرتك. أنا اللي شغلني في قضية التخمة للأمانة، نعم، هو زي ما قلت في بداية البرنامج إن عدو الخير كل هدفه يعمي أذهان غير المؤمنين، يشوش على أذهان المؤمنين. نعم. ولما قعدت أفكر في إيه اللي بيعمله إبليس في الدنيا، رهيب. yes. رهيب. بأمانة بقول لكل مشاهد رهيب. فمثلا لما نسأل سؤال، هل إبليس يقدر يدخل فكرة في مخي فيشوش عليا؟ yes. يقدر كتير، والكتاب مليان. لأن فكرة واحدة يدخلها إبليس يقدر يضلل بيها ملايين. yes. صح. yes. yes. لما نبص على تعداد حضرتك، لو قطعتك قطعت الكلام بحضرتك، يعني حتى ممكن يستخدم إبليس شخصيات عظيمة عالمية تكون الناس والجماهير معجبة بآرائه، ويقوم هو يدخل فكرة خاطئة. بالزبط. كلام مظبوط. نعم. جدا. ما لسه كنت هاجل ده. نعم. ده سليم تماما. نعم. تماما. فمن بين التخمة اللي حصلة والشوشرة اللي بيعملها إبليس، نعم، بص مثلا على عدد الأديان في العالم. يس. عدد الأديان في العالم النهاردة أزيد من 10,000 دين. يا إلهي. حد يصدق كده؟ وكله بيقول أنا معايا حق. يس. لما مثلا النهاردة تعداد البوذيين في العالم حوالي 400 مليون. 400 مليون. يس. فهو دخل فكرة في عقل بني آدم. البوذيين غير الهندوسيين. الهندوسيين مليار وواحد من عشر. واو. مليار. حد يصدق؟ فبقول لما يدخل فكرة والفكرة يتبناها شخص يضلل وراه ملايين. ملايين. غير لو هنستطرد في كل أديان العالم. نعم. تمام. لما تيجي مثلا الحاجة، ودي كنت الدكتور ميشيل كان هينبر عليها من شوية، مثلا من بين التخمة اللي موجودة مثلا القنوات الفضائية. نعم. قد إيه قنوات فضائية الوقت؟ ملايين. كتير. ملايين. يعني إبليس طلع ذكي جدا جدا بالموضوع ده، وبيقول لك طب بدل ما ينشغلوا بالقنوات المسيحية كتر لهم القنوات المسيحية، بعمل فيها شوية خربطات. بالزبط. كتر لهم القنوات المدنية. بالزبط. والعالمية. بالزبط. والبورنو اللي هي أفلام الجنس. أفلام ده أنا أقول لك على بعض الإحصائيات. نعم. عن أفلام الجنس. نعم. وتزهل منها جدا جدا، لأن دي كانت واحدة من اللي بتكلم عليها على مكايد إبليس. نعم. نعم. أنا قلت من شوية إن في 50 مليون موقع إباحي على الإنترنت. 50 مليون موقع إباحي. إباحي. يا إلهي. حد يصدق؟ This is too much. عدد مشاهدي الأفلام الإباحية في أشهر موقع إباحي، طبعا مش هقول اسمه. نعم. عدد المشاهدين دخلت خلال السنة. هو ممكن حد يقول ازاي الدكتور بيعرف؟ لا، ما هو ممكن واحد يسأل ويعمل ريسيرش ابحاث. تخيل. يس. خلال السنة اللي فاتت دخل كام زائر على موقع واحد؟ 28 مليار ونص. 28 مليار، لان في واحد بيدخل بال 500 مرة. يس. خلال سنة واحدة فقط. طب الموقع ده عليه كام زائر بيدخله كل يوم؟ 81 مليون. أوه. لك أن تتخيل الشوشرة اللي بيعملها إبليس. عمى الذهن اللي بيعمله إبليس. تخيل في سنة 2017 تم رفع كام فيديو على المواقع الإباحية. ده أنا زهلت وأنا بعمل الريسيرش. مش عامل دي أبحاث. حد يصدق؟ 4 مليار فيديو. 4 مليار فيديو اتعملت لهم دراسة. لو واحد هيحضرهم كلهم ياخد قد ايه؟ ياخد قد ايه؟ العمر كله. ياخد بالظبط 68 سنة و 48 يوم عمر متواصل عشان يحضر افلام اتحطت في سنة واحدة. شغل إبليس الناس. حد يصدق؟ يس. على موقع واحد من مواقع الإباحية خلال سنة 17. yes. 2017 العداد بيعد، يعني اتشاهد قد ايه؟ اتشاهد بالظبط
4 مليار 599 مليون ساعة. دول لما حصرتهم طلعوا 525 ألف سنة. اللي دخلوا وشافوا. لك أن تتخيل بقى. لك أن تتخيل الدنيا ماشية إزاي. يس يس. طب هل إبليس, هل إبليس يعني أنا قلت دي المواقع الإباحية, هل إبليس عندنا كم قنوات مسيحية قد إيه؟ كتير قوي قوي. إبليس مش ممكن يستخدم قنوات منهم؟ نعم يستخدم. نعم كيف مثلا؟ نعم. بس حتى نوضحها دكتور. نعم. حتى ما حدش يلتبس عليه. أشهر مكيدة من مكايد إبليس. إزاي مثلا؟ إزاي ممكن يستخدم مثلا؟ عشان المشاهد يكون بيتابع معايا. نعم. هل الشيطان يعرف كلمة ربنا؟ يس. وجرب المسيح كأبن الإنسان بالزبط. في البرية من خلال كلمة ربنا. من خلال كلمة ربنا. يعني بشوف من أول ما دخل لحواء زمان قال لها أحقا قال الله كذا وكذا, وكان سامع وعارف. وجه للمسيح قال له مكتوب. مكتوب كذا وكذا, مكتوب في الكتاب. لكن طبعا وهو بيقول المكتوب لما تاخد التجربة التانية وقعدت تعمل لها تحليل يا دكتور مشيل, في فرق بين اللي اقتبسه واللي موجود في مزمور 91. مخالف. خدوا على جناح الهيكل وقال له ما تطرح نفسك. ومكتوب على أيديهم يحملونك. تمام. لما ترجع لمزمور 91 لا يوسف ده هو شال جزء يحفظوك في كل طرقك طرق. شال جملة يحفظوك في كل طرقك وخد بس على الأيادي يحملونك. في مزمور 91 الكلام لإنسان سلم نفسه لربنا. يس. بداية المزمور الساكن في ستر العلي في ظل القدير يبيت. أقول للرب ملجأي وحصن إلهي. فالإنسان اللي عايش تحت ظل جناحي القدير وهو ماشي في طرق الرب, الرب عينه عليه. yes. والرب حافظه طالما ماشي. إنما لما أشيل كل ده وأقول له ارمي نفسك. yeah. أجي لك أقول لك يا سجون اقف قدام القطر, ما مكتوب على كفاية نقاشتك ما الرب حميك. مش كده؟ رد عليه المسيح قال له لا تجرب الرب إلهك. بالضبط كده بالضبط. أنا ليه بقول جزئية الكتاب؟ هل ممكن يدخل لي من خلال عظة قناة مسيحية؟ ممكن. إيه؟ وحتى في ممكن. قنوات تسمي نفسها مسيحية لكن نحن كمسيحيين لا نقبل تعليمهم لأنه ممكن يكونوا شهود يهوى, ممكن يكونوا مورمون. ممكن. صدقني يا سجون. نعم. أني واحد بيقول لي أنا اتلخبط. بقول له ليه عم؟ بيقول لي أفتح القناة الفلانية ألاقي بيقول لي تعليم, أفتح قناة تانية أقول له التعليم العكس. العكس. يس. وأنا سمعتها. بيقول أصدق ده ولا أصدق ده؟ وده أنا نفسي ما نفوتوش في الحلقة دي. yes. نتكلم عنه. yes. أمين. لأن ده جزء من التخمة. أمين. الدينية اللي موجودة والشوشرة, ونقول للمشاهد تميز إزاي. تختار إزاي. لأن مهم جدا وسط التخمة بتاعت القنوات. نعم. دي كلها. yes. 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 نعلم المشاهد يميز إزاي. أمين. يميز إزاي. طيب فإذن رح نتابع الموضوع مع الدكتور ميشيل. بس أنا بحب رحب أولا أيضا بأختنا المرنمة المباركة الأخت نجاة إيشو. إيشو معناها يسوع, يعني نجاة يسوع. طبعا أنا رح أخبركم خبرية هلأ, أنا مش كنت ناوي أحكيها بس هلأ. كنا صلينا أنا وأحد الخدام بعد ما خلصنا البرنامج ورحنا صلينا على امرأة كانت عم تنازع في النزاع الأخير, بس حابين نصلي معها ونشجعها ويعني زي ما تقول أنه يعني نكون معها في اللحظات الأخيرة. طبعا نحن صلينا عليها ومشينا, مش عارف إذا تاني يوم يمكن أو شيء بيقولوا لي الأخوة الأخوات اللي بيقربوها وهم معانا بالكنيسة, هم معانا بالكنيسة, هي وعم تنازع بصت كده وابتسمت وقالت إيشو إيشو, شافت الرب يسوع المسيح جاي مع الملائكة الظاهر أو شيء. في مصر ميشو. إيشو. إيشو يعني يسوع. يعني يسوع. يسوع. في مصر. فشافت الرب يسوع يعني في لحظات النزاع, ودي أمور ما بتقدرش أنت تخدع نفسك فيها. تفضل يا أختي بس إلينا كم كلمة صغيرة بعد شوية بنسمع ترنيمة بعد ما نسمع من الدكتور ميشيل. أهلا وسهلا فيك, إلينا حضرتك أي كلمة عن الموضوع اللي عم تسمعي. أهلا وسهلا, وأنا مبسوطة كتير أني أكون لأول مرة بسيدني الربي باكي. استراليا. أنا من سوريا ولكن مقيمة حاليا في السويد. جوزي الأسيس ريمون إليا, وعندي ثلاث أطفال. عندي ثلاث أولاد تركتهم بسويد. أكيد جاي لحالي. الرب يباكك ويرافقك بالسلامة. وجاي على مؤتمر الكرازة والصلاة. نعم كنت ونشكر رب. المؤتمر يعني. نعم. خدمتي عنا خدمة بالكنيسة وخدمتي خدمة بكنيسة يسوع نور العالم, وخدمة ثالثة
بكنيسة الكنيسة الرسولية في منطقة ماريلاند على ما أظن، مش عارف إذا ماريلاند ولا يونورا، لأنه جاي بين أو سوري سميثفيلد سميثفيلد يس، عند أسيس طارق بيكسلي كمان. نعم وكتب وخدمتي ببيكسلي ورايح على ملبون بنعمة الرب. امبارح كنت عند الكاثوليك الأقباط. نعم يا كمان خدمت. أمين أمين أمين. يا هو الموضوع فعلا تشويش من إبليس موجود. نعم. جدا على كل الأصعدة. يس. وكمان بالنسبة للموضوع اللي أنا حابة أشارك فيه اليوم اللي هو كمان معجزة شفائي أو اختبار شفائي. آمين. من المرض، إبليس بيشوش على خدمتنا وعلى حياتنا كمان من خلال المرض. مع أنه الحياة هلأ تطورت والعلم تطور والأدوية وهيك، بس مع هيك ازداد الموت عن طريق أمراض مستعصية مثل السرطان وغيره من من الأمراض. أمين. طيب رح ناخد التعليق مع الدكتور ميشيل يوضح لنا بعض الأفكار، ورح نسمع ترنيمة من حضرتك حتى هيك نعمل شوية تسبيح للرب في هذه الحلقة، لأنه مش عم يسحلنا من مرة لمرة نعمل كثير تسبيح، لكن لما بيجي مرنمين ومرنمات مستفيد من حضراتهم. دكتور ميشيل، طبعا كنت عم بسأل الدكتور عزت عن الفكر الروحاني والفكر المعنوي بمواضيع التخمة والتشويش وكذا، وطبعا الدكتور أو يعني شرح لنا إياها أنه فعلا إبليس يعني ماكر شاطر كيف يستخدم ويستغل الزحمة دي والتشويش ده. فممكن تضيف نقاط معينة، وبذات الوقت ماذا يمكن أن نفعل بالنسبة لموضوع القنوات التعليمية اللي بتعمل تناقض؟ حضرتك أنا أقتبس من الكلام اللي حضرتك كتبه. نعم. بعدته لينا. نعم. أعتبره كمرجع لينا يعني. ربي باكك. في حضرتك كلمة حطيتها اسمها الفوضى الدينية. فوضى دينية، هو في فوضى. نعم. ودي كانت أنا يعني كتبها صح ولا خطأ يا دكتور؟ سليمة جدا. سواء كتبت خطأ أو صح. دكتور عزت قال سليمة. سليمة جدا. سيزة عزت. شاركني الرأي فأنت ستغادر بعد يومين. لا بس دكتور نحن أكثر من رأي، برنامجنا أكثر من رأي. لكن أنا والأسيس جون سنبقى. وأنا بوثق بمشورتك دكتور. نعم ربي يباركك أسيس جون. فالفوضى الدينية أصبحت النهاردة على مستوى العالم. وهذه الفوضى الدينية مش بس الأسيس عزة ذكر لينا أن في ألاف الديانات. نعم. المختلفة، لكن احنا عندنا في داخل العقيدة الواحدة. نعم. العقيدة الواحدة. نعم. عشرات بل مئات العقائد المختلفة، وكان بدعة مسيحية في داخل العقيدة. ولأجل هذا كثيرون يتشوشون ويقولون نحن مش عايزين بالضبط. نعم. كده. فهذه هي الفوضى. نعم. التي نعيشها. وهذه الفوضى أثرت في المجتمع العالمي. حتى إنها خلت المجتمع العالمي في هذه الفوضى بتاخد أراء كثيرة، المثلية مثلا. نعم. نتيجة الفوضى الدينية. يس. حب الذات والتجارة في المخدرات وخلافه. نتيجة الفوضى الدينية. التشتت الفكري بين العقائد المختلفة نتيجة الفوضى الدينية. أصبحت الفوضى النهاردة حاجة شائعة حتى في داخل الكنيسة. العبادة لو نظرت إليها لم تكن أو لم تعد العبادة الروحية كما يجب. نعم. بل أحيانا في داخل الكنيسة بتبقى فوضى. هذا يريد أن يقول رأيه، وهذا يقول رأيه، وهذا يريد أن يشاكس، وهذا يريد وهكذا. فهذه الفوضى الدينية لما قعدت أدرس فيها وجدت أن لها بعض الأسباب يجب أن نحد منها. نعم. وأن نحاول أن نتعلمها ونوقفها. أول حاجة في هذه الفوضى الدينية المعلمون. فهناك معلمون كتب عنهم أنهم معلمون كذبة يقتبسون من الكتاب، لكنهم هم بعيدون كل البعد عن حق الكتاب. المعلمون الكذبة. الكتاب صادق. نعم. وكامل. نعم. نعم. لكن هم أخذوا تعليم لأنفسهم. نعم. يجمعون لأنفسهم معلمون مستحق ما سمعهم. أعمل مقاطعة صغيرة. تفضل. يعني لما عدت أفكر في حيل إبليس، من أخبث الحيل إن يجي المعلم ويضل له بفكرة وينشرها. ولو خدنا من بداية تاريخ المسيحية هو نفس الكلام. أريوس كان إيه؟ كان بنفس البدعة. ده أريوس كاهن ونسطور وخلافه وغيره. كل دول قيادات مسيحية انشأوا، لكن دخلهم الفكر الغريب. دخل الفكرة وبينادي وآلاف تتبعه. والأريوسيين تبعهم ناس كتير في البدايات. فدول أول حاجة هي المعلمين
الكذبة. نمرة اثنين والحاجة المهمة جدا، التعليم غير الكتابية. ايه التعليم الغير الكتابية؟ ممكن يكون معلم احنا مقتنعين به، لكن بيحاول انه يجيب الموضوع بتاعه من هذا وذاك، بيقتبس من هذا وذاك عشان يرضي الاخرين، ارضاء الاخرين، ارضاء الاخرين. الحاجة الثالثة ان عدم الرقابة. لا توجد رقابة كنسية تماما على كل كنيسة. فلو كان البص أو كل الكنيسة النهاردة في أمريكا وكندا وغيره هنا مستقلة، وفي بلادنا لما كنايس مستقلة يعني مستقلة يعني كل واحد ليه رأيه براحته. ناخد بال حضرتك، أنت في زمن النهاردة يطلع واحد يروح يعمل كنيسة ويجمع ناس وخلاص بقى أسيس. إنما لو كان أسيس عزت رئيس مجمع مثلا يعني متعلم تماما وعنده الحنكة وقال اني كل شهر ازور كنيستين اتنين فقط عشان اشوف تعليمهم شكله ايه، انا هخاف وحضرتك هتعمل حسابه. لكن ما فيش رقابة وعشان كده كنايسنا اصبحت كنايس على المفتوح، عاوز يعلم عاوز يهرج. بس هل هذا يعني انه يعني مثلا عندنا الكل فسد ولا بس لا انا بتكلم حاجة جنرال، حتى لا نعمم يعني، هو بيتكلم على حاجة عامة. صديق ليا في كاليفورنيا يقول لي احنا شعارنا في كاليفورنيا، ده واحد مش قسيس يعني واحد من الشعب، بيقول لي شعارنا قسيس لكل مواطن. يعني مثل ما بيقولوا بالانجليزي يعني too many chiefs يعني في كتير chiefs بس no Indian يعني كلهم رؤساء بس ما فيش جيش على الارض. يبقى هنا لما تقول يعني عدم الرقابة لما تقول قسيس لكل مواطن، بقي الواحد من حقه هيبقى قسيس ويفتح كنيسة. لا ولما يبقى لكل مواطن، في مواطن مش أمين، كذاب، مخادع، غشاش، عاوز يعيش بالسلوكيات الجسدية، فهو حر. طيب. عدم الرقابة دي مهمة جدا يا سيس. طيب دكتور، بس حتى لأنه بخاف أنا أنه اللي عم يسمعنا يقول طب خلاص يعني بلا ما نروح على الكنائس. أي رأيك؟ لا حضرتك، حتى عدم الرقابة أنا أقصد بيها أن التساهل في إحكام الراعي على الرعية. دي مهمة، يعني لازم يكون فيه الضبط. ضبط كده، إحكام الراعي على الرعية. يعني لما شوف حضرتك واحد عندك متسيب وسبته سيزداد في التسيب. yes. لكن إذا عملت زي ما قال الرسول بولس وعمل مع بطرس وبرنابا، قاومته مواجهة، أنت تحد من هذا التسيب وأنت تقف أمام الحق الكتابي بلا خوف. أنا بشكر رب من أجلكم، تعرف ليش؟ لأنه أنا شخصيا يعني أنا يعني أحيان حضرتك اللي فتحت لنا الموضوع. لا لا لا، بس أنا بشكر رب لأنه أحيان في ناس بتفكرني أنه أنا كتير طف، أنا متشدد، بس أنا مش متشدد. على الحق أنا عندما أرى بعض الأشخاص عم بيعلموا غلط وبيجوا بيزوروا أستراليا ما بعطيهم يمين الشركة. مزبوط. لأنه شوف أنا بخسر شعبيتي إذا جاز تعبير، بس أنا مش عايز أرضي الناس، أنا بدي أرضي الرب يسوع المسيح. حقيقة، وأنا بحكيها على العلن، اللي بيزعل مني لما بيشوفني متشدد، أنا مش متشدد ولا متطرف، بس أنا متمسك بكلام الرب وأنا مش عم خلص الناس بدون يسوع المسيح. ودي الرعوية، ما حدش بيخلص بدون يسوع المسيح. ودي الرعوية. نعم. دي الرعوية الصحيحة. نعم. إن حضرتك عينك على الخراف بتاعتك. نعم. وعلى الرعوية اللي أنت بترعاها. فعدم الرقابة دي حاجة صعبة جدا. يس. لكن الشيء الرابع اللي في هذه النقطة وهو الدعم المادي. بدأت المادة أو الفلوس أو المصاري أو الإمكانيات المادية تلعب دور جامد جدا في هذا الفساد اللي حضرتك بتتكلم فيه. نعم. فزي ما قال الأسيس عزت مشكورا إن كل واحد عاوز يعمل كنيسة يعمل كنيسة، كل واحد عاوز يعمل طائفة يعمل طائفة، كل واحد عاوز يعمل تعليم هيعمل تعليم. طب أنا عاوز فلوس، مش أنا اللي عاوز فلوس، لكن أنا مش هعمل حاجة اطمئني، لكن عاوز دعم مادي. فبلقى دعم مادي، إن ما كانش دعم مادي محلي للأسف الشديد بيبقى دعم مادي دولي. في ناس عاوزة كده، عاوزة تدخل تخرب الكنائس، وعاوزة تشق الكنائس، وعاوزة تسيطر على الكنائس، وعاوزة تكسب رعاة كنائس جدد، وعاوزة تكسب ناس يبقوا موليين ليها لنشر أفكارهم الغريبة. وعشان كده دي هذه النقاط اللي موجودة في هذا الوضع. النقطة الخامسة والأخيرة أن كثرة الميديا
والتواصل الاجتماعي بين الناس والذي لا يمكن أبدا أبدا أن احنا نحده ولا نقف في قدامه. هذه الميديا أصبحت النهاردة فساد عالمي منتشر في هذا العالم، وهذا الفساد أخشى أنه فيما بعد نحن نقاومه بكل الإمكانيات، بالمؤتمرات، بالندوات، بالنهضات، بالدموع، زي ما قال رامز بالصلاة، احنا بنقاومه بكل الإمكانيات. لكن خلي بال حضرتك، نحن نسبح في طيارين مضادين، نحن نسبح في هذا الاتجاه وهم يسبحون في هذا الاتجاه. لعلهم مش يصطدموا بينا، هم لا يريدوا أن يصطدموا بينا، لكنهم يريدوا أن يوقفونا عن الزحف المقدس الذي ينبغي أن نزحف به إلى حق كتاب معلن لخلاص النفوس ولحماية شعب الرب من هذه الأضاليل المضللة. أمين أمين، أشكرك جدا. حاب أضيف حاجة في الأمر ده، بس بعد ما تخلص بعد ما نأخذ الترنيمة ولازم أن نركز قليلا على أنه حنعمل إيه، لأنه اللي عم يسمعنا جون بيدينا مواضيع تحتاج لعشرات الحلقات. لا ما هو ممكن نرجع نعمل لها جزء تاني، وحضرة الأسيس عزة يطلع معنا على سكايب أو يجي لنا يطلع على سكايب. جد بجد أسيس، إذا حضرتك بتقدر تطلع معنا ممكن لو كان في ضرورة ممكن نكمل. احنا متشرف. اخت نجات، بتحبي تقدمي لنا هيك ترنيمي من اختيارك طبعا بهيك للتعزيه ونسبح الرب فيها؟ في ترنيمه كثير حلوه بتقول: وعدت طريقي ترشدني، تعلمني وتنصحني، وفي البريه تسندني، بايدك انت تمسكني. امين امين امين. طريقي ترشدني، تعلمني وتنصحني، وفي البرية تسندني، بإيدك أنت تمسكني. أكيد الوعد ده ليا ضمان فيك ومش فيا، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. وعدت وضمنت إحسانك وأنا صغير ولا استاهل، وتغمر قلبي بسلامك وتحفظ فكري بالكامل. أكيد الوعد ده ليا ضمان فيك ومش فيا، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. سلطانك لخير الكل يتحول، ما كل شيء بإمكانك ومجدك أنت في الأول. وأكيد الوعد ده ليا ضمان فيك ومش فيا، كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. كلام صادق إله صالح أمين.
تغير. كلام صادق إله صالح أمين ما تتغير. ربي باكك. أشكرك جدا أختنا. بعد قليل حنسمع من حضرتك كيف الرب تعامل معك باختبار خاص بشفاء من الكانسر من مرض السرطان بعد قليل بس بنعمة الرب. بس نتكلم مع أحبائنا. دكتور عزة حضرتك طبعا عم تسمع الحوار وعم تشارك طبعا بالتفاصيل. أنا لو بعمل مقاطعات كده لا بس قول إنه لأنه بتذكرنا ببعض النقاط. هو لا هو جزء من طبعي للأمانة. ما هو يعني أنا كمان نفس الشيء ما أحبش الحوار يبقى طويل. هنا سؤال وهنا سؤال. ناشف يعني يسموها عكس عكاس. لازم وانا نفسي الدكتور مشيلي يقطعني. خذوا هات عشان طيب مش حضرتك لانك اخذت عليه. فانا كنت هضيف حاجه على اللي كان بيقوله الدكتور مشيلي. نعم. للامانه انا من وجهه نظري اني وسائل التواصل الاجتماعي بركه. هي بركه ولعنه. لا لانه ممكن تستخدمها للطرفين. المشكله في الاستخدام مش في الجهاز. لازم قصدي انه اذا بتاخده بالطريقه السلبيه او الايجابيه. يعني الجهاز بركه. اشكر ربنا ان جه واحد ذكي وطلع لنا بالاختراع ده. لولا طلع لنا بالاختراع ده لولا القناه دي كنا نعرف نذيع البرنامج؟ لا بالظبط. يبقى دي بركه. تمام. فالميديا بركه اذا استخدمتها باسلوب كل الوان الميديا بركه. نعم. كل الوان التواصل الاجتماعي بركه. لكن زي ما احنا بنفكر ازاي نستخدمها. إبليس بقول تاني لكل مشاهد حقيقة وهو إله هذا الدهر وله جيش بيستخدمه عشان يستخدم نفس الوسائل لنشر الشر. تمام. الفكرة بس يا دكتور مشي مين يبقى أذكى؟ لكن واضح إن إبليس أذكى منا بدليل لو قارن. مش أذكى منا لكن أذكى من أهل العالم. لا وأذكى منا. أقول لحضرتك أذكى منا. أكمل لك ليه؟ لأن لو قارنت بين اللي بيدخلوا القنوات المسيحية والفساد اللي دخلوا الفساد أكتر. هو حضرتك أقول لك حاجة تانية. تعالى المدينة زي سيدنا. قول كام مسيحي مؤمن فيها وكام جرفهم طيار إبليس؟ كتير. يبقى مين الشاطر؟ مش الشاطر إبليس لكن الغبي هو اللي يجري وراء إبليس. وبعدين هم وبعدين هم شهواتهم. لا هو الإنسان دي تفرق كتير. لا إبليس بيشوشر لا كما خدعت الحية هو فممكن يخدع لكن عند المؤمن الحقيقي للأمانة. يا دكتور للأمانة ذكرت واحد كان عندنا يجي على الكنيسة من زحلي هلأ صار عند الرب. قال كان يقوله عبارة حلوة يقول هيدي البلاد هيدي البلاد بتجنني تخوت ونحن موضوع قابل. إبليس بيطرح البضاعة بس أغلب الناس عندهم موضوع قابل. هم عندهم قابلية للشر. هو مش لأنه أذكى من المؤمنين. هو استطاع أن يسيطر على الناس اللي عندهم شهوات عالمية. أقولها لك بطريقة تانية. نعم. طريقة عجبني فيها جون ستوت قوي. قال إحنا مال نلوم العالم ونقول العالم فسد الشر انتشر إلى آخره. عارف قال إيه جون ستوت؟ قال الملام هو الكنيسة المؤمنين. ليه؟ قال لو عندك 5 كيلو لحم حطيتها في التلاجة جيت بعد أسبوع لقيتها عفنت. تلوم اللحمة ولا التلاجة؟ التلاجة. قال الكنيسة هي تلاجة العالم. صح؟ هي ملح ونور. هي اللي تحفظ العالم من الفساد. نعم. إذا العالم فسد يبقى الكنيسة نامت. الشر انتشر يبقى المؤمنين تعبانين. انا اؤيد. ليه الشر انتشر في سيدني؟ طيب اسالك سؤال. لان انا ما هو نحن ممكن نقول جون ستوت عنده نقطه حلوه بس اسالك سؤال.
نوح لما كان عم يكرز بزمن الطوفان يعني قبل ما يجي الطوفان كان نايم. لا هو كان عم يكرز بس الناس كلها ما ردتش عليه. هل ذنبه ولا ذنب هم كانوا أشرار؟ هم أشرار. طيب فإذا ما بنقدرش نلوم الكنيسة على طول يقول لك الشيطان شوف اكتسح قد ايه. يس بس أنا قصدي أقول إنه الشيطان بيقدم بضاعته والكنيسة طبعا عم تقدم الإنجيل بس غالبية الناس بيحبوا الشر طبعا لانه الانجيل بيقلنا بالكتاب المقدس واسع هو الباب الذي يؤدي الى الهلاك وكثيرون هم الذين يجدونه ما اضيق الباب واقرب الطريق الذي يؤدي الى الحياه وقليل هم الذين هم ما بدهمش ليه الناس بتحب الشر لان ابليس دخلهم هنا وبيلعب هنا تمام. لو الكنيسه دخلت كل البيوت دي في مسؤولية علينا وتحركت هنا في مسؤولية علينا بس برضو يا دكتور فعلا الشر حلو الخطية حلوة لا عن جد الخطية حلوة بس السؤال هون الله يعطش قلوب الناس للخلاص والحياة الأبدية يعني سوري أنا أخذت من وقتك خليت لكم الحوار عملي دخلتنا جامد كنا نقعد بقى أنا جاوب سؤال والدكتور مش السؤال ما ينفعش طيب. لا هو كلام مظبوط إن إبليس بيلعب بكل طرق لكن على المؤمن أن يفهم حيل إبليس وعلى المؤمن أن يكون واعي وناصح لإلا في ناس يقال عنها هذه الكلمات إن إبليس بيتعلم منها مش هم اللي بيتعلموا منهم إبليس يعني هم حكماء في فعل الشر وفي فعل الخير لا يفهمون. بالمناسبة أغسطينوس طبعا كتب في اعترافاته أنا علمت الشيطان خطايا بالضبط كده يعني طيب نشكرك أقول لك قصة تانية تضحكك بدي أخذ مكالمة تانية مع حضرتك في مكالمة من الأسيس سام عم بيقول للمخرج الأسيس سام جرجس وبناخذ تعليق من حضرتك ونكمل مع حضرتك حتى ما أقول لك الحكاية دي أهلا وسهلا أسيس سام ربي باركك بشكر الرب من أجلك تفضل أخي الحبيب ربي باركك أسيس جون ويبارك الخدام اللي معاك اليوم ونشكر رب بصراحة من أجل العمل اللي قمت انت به في هذا البرنامج والبرنامج يعني متباركين فيه احنا ودائما نصلي لكم رب يستخدمكم أكثر وأكثر وأطلب انه هذا البرنامج أنا سمعتك قلت انه بيعمل كفر 98% بطلب انه يروح لجميع انحاء الارض 100% باسم يسوع. امين. لا هو الاثنين الباقيين دول ببلاد الاسكيمو اخ سام فالاسكيمو نوصل باسم الرب يسوع. امين الرب يبارك بقى يمكن يكون واحد في بالاسكيمو ما فبوصل له. امين اسيس سام حضرتك بشكر رب من اجلك عم تتصل فينا بس حضرتك لسه مرشح ايضا عدا عن خدمتك الرعويه مرشح للانتخابات. نعم في فيفيلد لكن إذا تسمح لي بس عندي دقيقة واحدة مداخلة. نعم. بس أريد أنه في متى 24-4 رب يسوع جاوب التلاميذ بهذه هذا الكلام. يس. قال لهم لا يضلكم أحد فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح ويضلون كثيرين. صحيح. فالمشكلة اللي أو الحرب اللي إبليس شانها على المؤمنين هي كثير من المؤمنين ما يقرؤون الكتاب المقدس بهذه الأيام. yes. فلذلك نشوف أنه الضلال موجود هذا برأيي الخاص. yes. وطبعا الرب يسوع علمنا وقال لينا صلوا بلا انقطاع. yes. والتلاميذ طبعا علمهم الرب كلام واحد علمهم الصلاة أكثر من الخدمة. فلهذا الصلاة هي سلاح فتاك يملكه كل مؤمن. يعني إحنا عندنا سلاح فتاك فالصلاة أساس العمل يعني لابد أن يكون عمل مع الصلاة. أمين. فإذا هناك قضايا أسيس جون مهمة جدا للبيت المسيحي. Yes. والكنيسة مهمة يعني مهمة لأولادنا والمستقبلهم والأجيال القادمة. yes. Yes. مثلا حزب العمال موجود اليوم يريد أن يغير بعض من هذه القوانين الموجودة هنا على الأرض يعني في سيدني أو ممكن في أنحاء العالم بس احنا نحكي عن سيدني. مثلا الموافقة على الإجهاض. Yeah. الإجهاض يكون مقبول وقانوني. حضرتك أسيس سام مع مين نازل بأي حزب؟ مع الحزب CDP Christian Democratic Party CDP اللي هو حزب المسيح الديمقراطي. نعم نعم.
نعم الرب يبارك. نعم. فاذا انا ما بدي سمي احزاب اذا بتريد اللي انا انه حتى نحن ما يفكرون عم نسيسها لانه بتصير سياسيه القصه. اللي حضرتك انه شو الخطوره انه ننتخب اشخاص يوافقوا على اجندة غلط بس حتى مش دون ما نسمي اسماء وخلي المنتخب يعرف حاله شو عم يعمل حتى ما نقول انه نحن عم نعمل بروموشن لناس ضد ناس. بتعرف شو سوري السيساب خليك معي شوي بس اسمعني اسمعني شوي. بتعرف شو المشكله بالكنيسه اذا كان القسيس عنده ناس بحزب العمال وبحزب السي دي بي الحزب المسيحي وحزب الاحرار وحزب الخضر وبده يعظهم كلهم واذا قالوا له يا قسيس صلي لنا لمين بده يصلي؟ بس انا مثلك اي تفضل قسيس جون. انا مثلك يعني احب يسوع واحب الكتاب المقدس يعني بدافع عنه. امين. مثلا الإجهاض الموجود اليوم يريدون يسووا قانون مقبول، عملوا الزواج المثلي من قبل. مهم جدا منع تعليم الكتاب المقدس في المدارس العامة. وأهم من هذه القوانين السيس جون هو حرية التعبير عن رأي. هذا القانون مهم جدا يا إخوان. لأنه تصور أي قس أو خادم أو مسيحي ينتقد مثلا ديانة أو أي قانون ضد الإيمان المسيحي ممكن أن يوصل هذا الشخص إلى السجن أو الإفلاس بالمحاكم. صارت بملبون لما كانت تو دانيز بسموه تو دانيز دانيال سكوت ودانيال ناليا لما وقفوا وحكيوا عن الإيمان المسيحي وعن العقائد الأخرى أخذون المسلمين على المحاكم كلفتهم المحكمة 800,000 دولار. تفضل. نعم السيس موجود. نحن شو غرضنا؟ ريد خائفي الرب متقي الرب في هذه المقاعد. فتصور انه يكون مثلا اولاد الرب في هذه المقاعد ممكن انه الارض ترتاح من مشاكل كثيره. صلاتي انه طبعا في مؤمنين في هذه الارض واحنا بنصلي صلاتنا مسموعة وصلاة قوية. فالصلاة مع العمل يعني صلاتي أو مطلبي لكل مؤمن في أنحاء العالم هو الصلاة. لكن في نيو ساوث وولز إنه قبل ما يروحوا المنتخبين للانتخاب صلوا وخلوا الرب يرشدكم من تنتخبون. امين امين. طيب انا اشكرك جدا اسيس سام حتى نقدر نتابع حوارنا لانه الحلقه شوي اليوم فيها ضيوف زياده عن اللزوم وناس كثير بيقولوا لنا ليش بتجيبوا اكثر من خادمين ولازم موضوعكم يتكمل. يس بس احيانا بيجينا زوار من الخارج ونحن مش حابين نخسر ولا واحد منهم ونشوف الكل ونشارك مع الكل فتحملونا بليز. ربي يبارككم. اشكرك اسيس سام. ربي يبارك. عايز اعلق فضل. تعليق على الانتخابات. نعم ممكن تفضل. وهرجع ثاني لجون ستور لأن واحد من اللاهوتين اللي أنا بحترمهم جدا. هو شخصية محترمة. قال لك كتير إحنا كأسوس بنعلم الناس تقوم بدور السامري. لما ناخد مثل السامري الصالح. خد بالك هو كان بيتكلم على دور الكنيسة السياسي. هل ككنيسة المفروض يبالنا دور سياسي؟ هو من وجهة نظره إن الكنيسة المفروض ما يبالهاش دور سياسي أبدا. لكن تشجع شعبها يبالهم دور سياسي. ليه؟ ترى الكنيسة انفصلت عن الشعب ولا ايه يعني؟ لا تفضل. انا ما قصدك القياديين. ان انا كأسيس ككنيسة انا ما اجمعش المجلس عشان ناخد قرار سياسي او نقول مرشحين نعمل ايه في الانتخابات دي او ما نعملش. لا لكن نشجع شعبنا او نعلمه يدخل الاحزاب ويبقى له دور ويتحرك. اوكي فاذا نشجعهم يدخلوا بالاحزاب. ليش راح جاب مثل السامري الصالح وقال كتير بنشجع شعبنا يقوموا بدور السامري لما نضمد جراح الناس الآخرين التعبانين. قال بالرغم لو فكرنا في مثل السامري قد يكون الحل الجذري للمشكلة قطع اللصوص. هو بالظبط قال لك إيه؟ قال لك مثلا عمل إضاءة للشارع أو إيجاد نقطة بوليس على في الطريق. لو فيه نقطة بوليس لو فيه إضاءة خلاص مش هيبقى فيه لصوص. وخلاص اللي هيمشي يمشي سليم. قال لك ودول محتاجين قرار سياسي. لو ما فيش قرار سياسي نفضل عمرنا قاعدين اللي يقع نروح نضمد جراح اللي يقع نضمد جراحه. ربي باكرك. فوجود وجود الكنيسة المؤمنين الأتقياء في مواقع اتخاذ القرار بيحل مشاكل كتيرة.
يعني مثلا من أجلك يعني مثلا في ناس كثير بيقول لك نحن بنصلي وخلص لا لا يعني مثلا صلي انت بس نحن بدنا ناخذ قرار في البرلمان في انجلترا كان في واحد رائع اسمه زمان ويليام ويلبرفورس هو اللي قاد البرلمان بالعبي. علشان منع تجارة العبية تحرير العبية لما كان كارتر زمان في الرئاسة مين عمل سلام بين مصر وبين إسرائيل رئيس كارتر كان وجود مؤمن. سلطة مؤمنة وده وجود ناس في القرار السياسي مؤمنين هيبالهم دور وبركة العالم كله ربي باكك دكتور ربي باكك أشكرك من أجلك لأنه في كتير خدام بيقول لك نحن مالنا يا أخي سؤال بتقعد واحد من حزب الخضر اللي هو الجرينز إلا بيأمن بالمسيح ولا بده المسيح ولا فرق معه بيجي بيقول لك انتبه شو بيقول لك بيقول لك لازم نحافظ على الغابات ونحافظ على البيئة والطبيعة طيب وما بيأمنش بالمسيح يعني بيوفر على الشجرة الحريق بس بده يودي نفوس على النار الأبدية لأنه ما بيأمنش بالمسيح وبده يشيل الإيمان ويشيل تعليم المسيح من المدارس وبعد شو بتقلي لا خليه هو يروح وأنا صليت والرب وديه لهونيك ليش بدك تودي لهونيك أنت عندك القرار والقوة ودي واحد مؤمن مسيحي ياخد قرار عنك وعن أولادك يخلي التعليم المسيحي بالمدارس يخلي الأشياء المسيحية موجودة بدل ما تقعد تندب حظك وتبكي ليل نهار وتقول أنا صليت لا يا حبائي خلينا نحن نفكر بالطريقة الصحيحة يا سجون ده واحد قال جملة أثرت فيا جدا القيادة السياسية الفاسدة نحن نختارها بسلبيتنا وعدم ذهابنا للتصويت وعدم الفهم الروحي هو في الحقيقة احنا اتناولنا هذا الموضوع باستفاضة يمكن الأسبوع اللي فات لما كان معنا السيناتور بول جرين بس جرين. انا ما كنتش اخذ راحتي لما كان السيناتور بول جرين لانه كنت مش متحمس كتير بس هلا تحمست ما خلي بالك الحماس ده ربما يكون وقتي لكن احنا عاوزينه يستمر لا قصدي ما كنتش بدي احكي بصراحه هذا قصدي اوكي يعني كان انت لقيت ظهري يسندك الربي ما فتكلمت الدكتور معي هلا اليوم انا معاك هو معك وانا معك برضه مش ضدك لكن احنا تكلمنا باستفاضه وقلنا ان على الشعب الذي يجب اللي هو هيدخل زي ما قال الأسيس عزت في المناصب أو في الأماكن المناصب السياسية هذه أو في الانتخابات يكون شعب واعي إن يكون يعرف هو هينتخب مين وهيجيب مين ومين اللي هيمثلني وزي ما قال الكتاب كده وخدناها من خروج 18 وأعمال 6 انتخبوا لكم رجال مشهود لهم يعني احنا بنختار ناس مؤمنين معينين زي ما حضرتك قلت هروح انتخب ليه واحد بيقول لي ما تقطعش الشجرة وفي نفس الوقت بيقول لي سيب الناس تهلك وما توعص في الكنائس وما تنشرش الكتاب المقدس وما تعلمش أولادك الأمانة إزاي أنا كإنسان مؤمن يكون في ضميري يرضى بأنني أنتخب هذا وأترك زاهد يجب علينا أن احنا نكون عادلين أشكرك جدا أنا سوري طولنا على الأخت نجاة قليلا ربي باكي طيب رح نسمع من حضرتك قليلا حول الاختبار اللي صار معك بس يا ريت إذا يا بيعلي لك صوتك المخرج يا حضرتك بتعلي صوتك لأن أنا حاسس شوي من عندي بعيد لأن بيني وبينك في شيء ممكن أقوم أنا تفضلي تفضلي يا أنا بصراحة قبل سنتين صار معي اكتشفوا الدكاترة أنه معي ورم بالدماغ بالغدة النخامية بالمخ نعم. وكان الورم كبير فكان بيضغط على الحواس كلها اللي مركزها بالمخ والدكتور قال لازم يكون في عملية تنشيل الورم نعم. بالمرة لأنه كبير كتير فعم بيأثر على حياتي وفي خطر على حياتي أنا تفاجأت بالأول يعني مش متوقعة يعني. مش متوقعة طبعا لكن قلت له للدكتور دغري بأول جلسة قلت له أنا عمليات وهيك أشياء ما رح أعمل شيء جراحي ما رح أعمل لأنه هاي عملية أصلا كتير صعبة بيفتحوا الجمجمة وبيرفعوا المخ وبيشيلوا الورم وبيرجعوا المخ فشيء كتير صعب خطير يعني. صعب جدا بس طبعا مش مبدا انه نقوله لكل اللي عم بيشاهدونا انت شوف الرب شو بيقول لك وشوف الجراحين شو كيف الرب يريحك لانه ده مش قاعده لا انا بحكي اللي صار معي نعم انا بحكي ايماني شو كان يعني في هذيك اللحظه احنا بنقول اسمه اختبار شخصي اختبار نعم. شخصي اسمه كلمه اختبار شخصي يعني ما ينطبق عليه ينطبق قد يتعامل معايا الله بطريقه ثانيه يس امين بالضبط يعني لا ينطبق على الكل هذا اسمه شيء شخصي ودايما اقول الاختبارات الشخصيه لا تعلم ولا تعمم ده اختبار شخصي كل واحد عنده معامله خاصه من الله اكيد كل واحد شخصيته مشكله بظروف معينه بتكوين معين نعم
فقلت له انا قررت يعني قلت له انا عندي ايمان ما رح اعمل العمل الجراحي، خليني انا اصلي لالهي، الهي قادر انه يشفيني من غير عمليه. فاعطاني دواء، نوع دواء، وهذا الدواء كان له اعراض كثير كبيره جانبيه علي. صرت حاسه بدوخه، صداع دائم مستمر، ما عاد فيني كمل دراستي، ما عاد فيني مثل العاده دير بالي على بيتي ولادي، صرت دوخ وهيك. وهذا سبب لي كمان بالاضافه لهذا الشيء كله اكتئاب. الدواء نفسه بيعمل اكتئاب. مع انه انا مؤمنه، مع انه انا دائما بسبح برنم بقرا بالكلمه بصلي بدخل لمحضر الرب في كل يوم، في كل يوم محضر الرب طول اليوم 24 ساعه انا يعني بلهج فيه. في اشياء كيميائيه، في اشياء كيميائيه في الجسم الدكتور ميشيل لانه بروفيسور بالكيمياء بتاثر من خلال الدواء، بس مش ذنبك انت. اشياء كيميائيه. انا بستغرب حالي يعني ليه انا عم ببكي، يعني بيجي ابني مثلا بيعبطني ماما بحبك، بصير ودموع ينزلوا لوحدهم. وبصير الشيطان نفسه يشككني، ونحن عم نحكي عن التشويش كيف بيشوش على الذهن، بيجي يشككني انه انت يعمل لي مسلسل درامي، انت رح تمرضي، رح يعطوك كيماوي، بعد شوي رح يوقع شعرك، رح يعملوا لك عزه تموتي، ويعني كل النقاط عم بيحط وكيف الناس لابسه اسود هذه يعني ميديا الشيطانيه. وانت مش رح تكملي احلامك انه تشوفي اولادك كبار ومتجوزين وفرحانين. يعني صار يجيب لي هدول المسلسلات قدام عيوني. ف من ضمن المرات انا ما كنت مخبره ولا حدا من اهلي عن مرضك. عن مرضي كان جوزي فقط واخته. زوجك واخوه؟ اخته واخته لزوجي. وغير هيك ما حدا يعرف؟ ما حدا كان يعرف. المهم صليت، ضليت صلي صلي صلي، ومرة من المرات وأنا قافلة الباب على حالي الساعة 3:30 وش الفجر عم صلي بحرقة بقول له يا رب يعني أنت بابا، أنا بعرف أنه أنت بابا، أنت أب سماوي، بس ليه عم تنتظر؟ يعني ليه هالقد الفترة طالت علي؟ يا ترى يعني عدم الشفاء قصدي؟ معقولة رح يعني تتركني عاني وصار على وحدي؟ أعطيني هال الإيقان، الثقة أنه أنا مش فيه، أنا بآمن أنه أنا مش فيه. بس مش فيه يعني أتمتعتي بشفاء؟ يعني لا. أنا واثقة أنه هو أكيد ما رح يتركني، رح يشفيني. بس ليه متأخر بإظهار هذا الشيء؟ ليه لهلا التحاليل والفحوصات عم تشير أنه لسه الهرمون عالي في جسمي ولسه المرض موجود؟ فعم صلي عم صلي وعم أبكي بحرارة، بيرن عندي الماسنجر. هاي من الصفات الإيجابية سيس حكيت عنها، هاي الميديا كويسة. هاي أول مرة أنا دايما متعودة بعد الساعة 12 بطفي الإنترنت من على الموبايل. فبيرن الماسنجر من شخص أنا من خادم من مصر أنا ما بعرفه ولا هو بيعرف عني أي شيء. بيرن ألو مين؟ قال لي أنا فلان الفلاني. أنت ليه بتعيطي أخت نجاة؟ خلي إيمانك قوي وربنا بيقول لك إنه أنت بنتي، أنا بحبك وأنت مشفية. ليه هو أنت مالك أخت نجاة؟ أنت تعبانة عيانة؟ أنا صدمت يعني قلت له عفوا بس مين حضرتك أولا وكيف عرفت إنه أنا مريضة؟ يعني كيف أنت بتحكي لي أشياء؟ يعني قال لي بصي أنا كنت نايم والرب صحاني، قال لي قوم اتصل بنجاة إيشو قول لها إن هي هتعيش، هي مش هتموت، هي مشفية وهي بنتي وأنا بحبها. أنا هي بنتي وأنا بحبها نعم. يعني بده يأكد لألي صورة الأب اللي أنا قبل شوي يمكن كان الشيطان عم يشككني فيه، عم بيقول لي انه متاخر عليكي، يعني اذا اب لازم يسرع في الشفاء. فانا بوقتها يعني حسيت انه يعني فرح انه لازم ما كنت فكر هيك ابدا بابونا السماوي. يس يس. ولا اسمح لابليس انه ولو لحظه انه يشككني انه ابي السماوي هو اللي ماسك الدفى بحياتي. وقتها قعد كتبت ترنيمه اسمها لما الصعب بيصبح هين،
لما خيوط الصبح تبين بعرف انك ماسك الدفة وانك لي اب حنين. هاليلويا. خوفي بيسبني ويروح ويملاني حبك بالروح، واقوم وفي ضعفة قوة متعزي ولو في جروح، رح حتى شفت في يومي انين وتاهت البسمة ايام وسنين، واثق انك ماسك الدفة وانك لي اب معين. خليني اشهد بين الناس انك ربي ورفع الراس، وان الهي ماسك الدفة ايوه حقيقة ومش احساس. البيت الاخير اللي كان ضد اللي بيعمله ابليس بيشوش افكارنا وحابب يحطم احلامنا بيقول وتعوض فرحة ايامي وتديني تحقيق احلامي. حلو. واثق انك ماسك الدفة ضامن لي اماني وسلامي. امين. دي كتبتيها حضرتك؟ انا كتبتها. واو، يعني شاعره ومرنمه او شيء ربي باكي. ولحن المرنم الرائع طبعا الاخ هاني نبيل. ما قلتلناش النتيجه النهائيه عشان المشاهد يسمعها. نعم. احنا هنقولها هلا ولا نقولها هلا؟ لانه خلص يعني ما دام لانه الوقت خلص ابتدى بنكمل الاختبار وبنقول انه بعد فتره اضطررت لسبب ما اني اروح عند دكتور اخر لسبب اخر. وهذا الدكتور لحتى يوصف لي الدواء لاجل المشكله الثانيه قال لي شو الادويه اللي بتاخذيها؟ فقلت له هذا الدواء اللي عم باخذه واللي بيعمل لي المضاعفات. قال لي هذا الدواء كثير يعني قديم تصنيعه وبيعمل مضاعفات كثيره وفي ناس كثيرين انتحروا من وراء هذا. واو. الدواء. فهذا الدواء بتكبيه وانا بعطيكي دواء غيره. وانا هو مسيحي، الدكتور مسيحي مؤمن، قال انا بعطيكي دواء ثاني وانا باسم الرب يسوع المسيح انت مشفيه وامني بهذا الشيء. هو كمان اكد لي هذا الشيء وهي الرساله. فمن بعد ما اخذت هذا الدواء الثاني بثلاث اسابيع عملت فحوصات وتصوير وهي الاشياء، وبيتصل فيني البروفيسور اللي كان بيتابع حالتي بيقول لي وين عملتي العملية؟ قال لي عملتي العملية؟ قلت له لا دكتور في شيء يعني ليه عم تقلي هيك؟ قال لي الهرمون صار نورمال في جسمك ومش محتاجة العملية، مش محتاجة لأي شيء. نشكر رب يسوع المسيح انه وقتها كل الفحوصات دلت انه انا الورم زال من دماغ. عملت الام ار اي وكمان ما في ولا شيء، الدماغ نظيف. ودي الحاله من ايمتى صارت؟ كانت قبل سنتين. من سنتين. نشكر رب يسوع المسيح. مبروك عليك الشفاء. مبروك عليك المسيح اصلا، لانه نحن ممكن نشفى ممكن نمرض وممكن نروح، بس المهم بالنتيجه اهم شيء انه شفائنا الروحي من خطايانا بدم المسيح بذبيحه المسيح. اسيس انا اعتبرت هذا الشيء هي ولاده جديده ثالثة لألي حتى أنه أبدأ أخدم الرب وانتشر وتركزي أكثر كل العالم وأقول عن ربي وإلهي قديش هو صالح. وأصلي كثير لنفوس كثير تجي للرب ونفوس ثانية كثيرين يجوا وينشفوا باسم يسوع المسيح. وبحب أقول لكل المشاهدين أنه في أمل، في أمل في المسيح. صلي بكل إيمان والرب رح يستخدم صلاتك وكتير كتير خلي إيمانك على اللي بيقود الدفة. هللويا. اللي هو الرب يسوع المسيح. أشكرك جدا. أمين. أختي الله يباركك. دكتور ميشيل طبعا نحن متأسف أنه الوقت شوي عم يركض. مش رح نطلب من الكرمة تعطينا ساعة ونص تانيين. بس أنا حابب لمم الموضوع بالأسلوب النهائي الإيجابي، لأنه تكلمنا على موضوع خطير، قلنا أنه كل واحد إذا حابب يعمل أسيس فتح كنيسة دي أخبار يعني شوية بتشوش مش هتزعج إلا غير الثابتين. أوكي. فإذا شو لازم يعمل الشخص اللي عم يسمع كل هالتشويشات؟ هل نستطيع أن نقول أنه ابن الرب أو الذي سيكون خروف للمسيح؟ هو مش عارف حاله. بس المسيح عارف أنه ده حيكون من خراف المسيح، أي من أولاد المسيح. ما بيتشوشش على الخالص، المسحة اللي عنده بتحميه من الضلالات وحيمشي ثابت للنهاية مهما يشوف حواليه عوائق وتشويش. هل نستطيع أن نشرح هذه الأمور بفضلك؟ إذا مشينا بحسب الكتاب ما قال في روميا 8:14. نعم. نستريح جدا. لأن الذين ينقضون بروح الله
أولئك هم أولاد الله. نعم. فالمؤمن عنده الحاسة مش السادسة، لكن عنده الروح القدس ساكن فيه. نعم. وهذا الروح القدس العظيم اللي ساكن فيه يستطيع أن يسيره حسب رغبة الروح القدس وليس حسب رغبة الإنسان. فممكن يلغي رغبة الإنسان ويمحي رغبة الإنسان، هو لا يمحي فكره أو أراءه، لأن الله أعطى الإنسان حرية كاملة. لكن الروح القدس لما يضبط الأمور، وزي ما قالت الأخت نجات، لما يمسك الدفع ويقودني ويفتح الطريق أمامي يوصلني لأعمال الرسل أصحاح 16. نعم. أفهم أن المكدوني يحتاجني في مكدونية وليس في آسيا، فيغلق الباب في آسيا ويمنعني الروح القدس من التكلم بالكلمة في آسيا، ويقودني لأفتح عمل عظيم في أوروبا عندما ينقاد المؤمن بروح الله. الحاجة الثانية إني الله لما بيديني فكرة بتكون فكرة روحية بيصادق عليها الروح القدس، زي ما صادق في أعمال 15 فرأى الروح القدس ونحن. هنا يبعد الروح القدس التشويش عن دماغي، ما أقدرش أقول أروح مكدونيا ولا ما أروحش، أروح فيليبي ولا ما أروحش، أكلم السامرية ولا ما أكلمهاش، أكلم ليدية ولا بلاش، أكلم السجان ولا أمتنع في الظروف الصعبة اللي أنا فيه. لكن عندما يقودني الروح القدس ويشق الطريق أمام الروح القدس، لابد أن كل ما أنا كل تشويش هيتمحي باسم الرب يسوع المسيح، وكل فكر ضال ينمحي باسم الرب يسوع، وتصبح الحياة ناصعة، ويتم فيها القول الذي قيل عن شمشون لكنه لم يستفيد، وحركه روح الرب بين سرعة وأشتاؤل. فعندئذ يحركنا الروح القدس كما يجب، وينزع من أدمغتنا ومن أفئدتنا كل تشويش وكل ضمان ضلال، ولا نفعل كما كتبت حضرتك كما فعل هيرودس أنه سأل لكنه تسرع ومضى، ما هو الحق لكنه لم ينتظر. عزيز المؤمن انتظر بيلاطس، بيلاطس آسف، بيلاطس عندما تسرع بيلاطس وسأل ومشي. عزيزي اسأل الرب لكن ما تتسرعش. آمين. سيعطيك كلمة صائبة مباركة، ولا شك ان الاسيس عزت سيكمل. هنختم الموضوع مع الاسيس عزت، مش هنقدر صغيره ناخد الترنيمه الاخيره، بس برضه استفدنا من الاختبار، which is very good. الترنيمه قريبه. امين. هضيف اضافه صغيره. اتفضل. عشان عارف وقت البرنامج، لا احنا لازم نخلص ونص الا خمسة، فاحسبها زي ما تحسبها. الرسول بولس بيقول كي لا نكون فيما بعد اطفالا مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم. واحدة من الناس. أكبر المشكلات إذا أنت عايز تقول للمشاهد خليك يقظ، تمام؟ عايز تبقى يقظ لازم تمسك في كلمة ربنا. تبقى هي الأساس. وعندنا الكلمة، لأن عندنا آيتين، عهد قديم وعهد جديد. ألهلك شعبي منين؟ عدم تضلون إذا تعرفون الكتب. فالإنسان اللي ده مش مظبوط مع كلمة ربنا، عارف، يهلل لكل واعظ ويجري ورا كل زحمه. نعم. زفه. نعم. الحته دي على زفه، حتى البليد او البليد الاراده والفهم. بس يشوف التشويش حواليه بيقول لك انا خلاص مش هعمل ولا حاجه، وهيمشي وياخد حجه ضد ربنا. ما اكثر الزفات. فانا اللي بقوله لكل مشاهد بقى، نعم، ازاي يبقى عندك ذهن ناقد، ذهن نقي تحليلي، يقدر يحلل الامور. فلما تقعد قدام القنوات وتسمع، في ناس تسقف لأي حاجة وأي تعليم يسمعه يقبله وخلاص. لا اتقال إيه عن أهل بيرية؟ كانوا أشرف، لأنهم كانوا يفحصون من تسالونيك، يفحصون تمام. فأنا بقول لكل مشاهد افحص. لما تسمع أي تعليم ما تصدقوش، لأن زي ما قلنا الشيطان استخدم الكلمة فمش اي تعليم، لا خلي ده بقى يبقى اللي بنقول عليه الذهن المسيحي. الذهن النقي اللي مليان بكلمه ربنا وصاحي، فيقدر يميز بين الصواب والخطا، يقبليه ويرفضيه. عارف بولس لما اتكلم عن هدف خدمته في كولوسي، اي لكي نحضر كل انسان كاملا في المسيح يسوع. طب تحضره ازاي؟ يقول لك معلمين كل انسان، منذرين كل انسان. التعليم. فاحنا محتاجين شعبنا يتلمذ صح،
والمستمع يتمسك بكلمة ربنا ويوزن عليها أي حاجة يسمعها أو يشوفها. يا سيس عزت أنا يعني أمين. أنا دكتور خلاص لازم أختم هو عاوز يخلص سيسون بس بنكمل بعد الهواء شوف ونحن متفقين بشكل حاجة شوف حضرتك طيب نحن في حاجة إلى التعليم 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 وجميع المؤتمرات والخدمات والمهرجانات يجب أن تكون مهرجانات تعليمية أكثر من أي دعاية أخرى تعلمهم من كلمة الله حتى يثبتوا في الحق أمين أشكركم جميعا أنا بشكر رب من أجل حضراتكم فعلا حلقة حلوة لو أنه ما قدرناش ناخد بإسهاب كل الأشياء بس حضوركم ووجوهكم الحلوة على الشاشة وتعليقاتكم الحلوة يعني أنا بعتبرها more than enough كافية جدا لأنه المشاهد هيستفيد من القليل الذي قدم بس هو هيكون كثير بيد الرب أنا بشكرك بشكرك جدا يا رب يحفظك أنت بركة كبيرة خلي لي إياك ربي إعلامي موهوب أشكر رب من أجلك موهوب أشكر رب من أجلك هذا فضل الرب اسمح لي أضم صوتي معاك عشان ما فيش فرصة تكلم شكرا لك ربي يبارك فينا ويستخدمكم الرب أيضا وأيضا أحبائي طبعا بالنهاية كما سمعنا من أحبائنا الأفاضل وخدام الرب المباركين وأختنا أيضا التشويش موجود في كل مكان ليس لك ذريعة أن تسقط وتجلس وتقول خلاص أنا ضايع ما أنت مش ضايع في إله حي إلى حق لما تصرخ له وتسأله أنا باحث عنك أيها الإله العظيم أنا أريد أن أعرف طريقك هو يستطيع أن يقودك وسط الزحمة والتشويش وكل هذا الضجيج الذي حولك لأنه هو خلقك وهو يعرف كيف يقودك ويعلن لك الحق الكامل من أجل ذلك المسيح قال أنا باب الخراف أنا هو الراعي الصالح طبعا خرافي تسمع صوتي وتعرفني فتتبعني وأنا أعطي حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد بس تصرخ للرب يحضر المسيح ويأتي ويخلصك 100% من أجل ذلك قل له يا يسوع المسيح أنا ما بعرفك بس عم بيقولوا عنك أنك أنت الراعي الصالح أنت الإله الحي المبارك أنت اللي مت عني على الصليب حتى تفتديني مات المسيح بجسد بشري أخذه من العذراء مريم المطوبة الله لا يموت نعم بس المسيح مات بالجسد البشري وقدم نفسه ذبيحة حتى يحررنا ويخلصنا وسط زحمة العالم والأديان والعقائد والفلسفات لن تخلص إلا بالمسيح أنا عم قلك مش لأني أنا متعصب هذه هي حقيقة والله أظهرها للملايين فأرجو أن تتمتع بهذه الحقيقة وهذا الحق الكتابي قل له ارحمني وخلصني غسلني من خطاياي بدمك دم ذبيحة المسيح الذي هو لمغفرة الخطايا واسكن فيي بروحك يا رب حتى أقدر أعيش في القداسة اسمع صوتك ولا أضيع ولا أضل بل أمشي وراك أيها الرب للنهاية وأنا أصلي يا أبانا طبعا أنت لما بتصلي قل له يا رب أنا أصلي يا أبانا باسم الآب والابن والروح القدس مش ثلاث آلهة الإله الواحد المثلث الأقانيم أحبائي أنا بشكر الرب من أجل جميعكم من أجل تواصلوا معنا بالفيسبوك أيضا ومن أجل الأحباء الأفاضل الرب يكون معكم ونراكم بنعمة الرب على فكرة أنا راح أعمل عملية يوم الجمعة عملية ديسك يعني مش بنعمة الرب بس إذا الرب سمح لي أشوفكم بشوفكم الثلاثة مش الجاي بتوقيت سيدني أو الاثنين بأمريكا بتوقيت أمريكا بشوفكم اللي بعديها بس صلوا لي حتى أنه أتعافى بسرعة أمين الرب يكون معاكم إلى اللقاء أمين ماذا يعني لك المسيح الذي فصل ميلاده التاريخ؟ هل تعتقد أن زيارة المسيح تركت تأثيراً كبيراً في العالم؟ هل انتهى دور المسيح بعد صعوده إلى السماء؟ برنامج أكثر من رأي حوارات وآراء هامة